جايب لكم حريف من العيار الثقيل برضه، واحد من يعني اساطير الكره اللعيبه الحريفه اللي بيتهيألي كابتن علاء ميهوب طبعا نجم النادي الاهلي ونجم لا منتخب لا مصر لا اكيد لاعب كره شراب. كابتن علاء مساء الخير وكل سنه وانت طيب. حبيب قلبي ده. يا عم انت طيب وكل سنه والنجوم الكبير قوي اللي معاكم كنتوا منورين في الكونت كبير ورمضان كان سعيد عليكم. وعايز اقول لك انت جايب حلقه النهارده بجد يعني جميله، فكره حلوه قوي، يعني الناس تعرف يعني ايه حاجه اسمها كوره شراب وجايب اساطير يعني طبعا. ايوه محيى انا كنت رايح اتفرج على محيى على فكره وانا صغير. يعني انا كنت رايح اتفرج على محيى كل سنه وانت طيب يا كابتن محيى وكل سنه وانت طيبين جميعا يا جماعه. وانت طيب يا كابتن نجم. الحرفنه بتهالك كابتن علاء مرتبطه بالكره الشراب، يعني كنت لسه بقول يعني لضيوفي كلهم انه ما فيش حد لعب كره شراب الا لما كان حريف كوره، كان عفريت كوره يعني. دي حقيقه، دي احلى حاجه في بص احلى حاجه في الدنيا انك تلعب كره شراب وبتستمتع بلعب الكوره والجماهير وتروح تلعب ماتشات بره منطقتك، تتفرج على بقول لك تتفرج على محي وتتفرج على الناس الحريفه دي. ولا بص الكره الشباب دي يا احمد يعني متعه ما بعدها متعه. الكره الشباب دي كانت معاك في المدرسه، انا اتكلم بقى بلغتنا احنا القديمه شويه، في المدرسه في الدرس بالليل بالنهار في اي وقت. والله احنا كنا الكره دي ما كنتش تكتبها في اي وقت، وبعدين الشوارع فاضيه تروح عامل كنين على طول وعامل فرقتين. لا بص يا احمد متعه، لا متعه ثانيه خالص خالص، وكانت حاجه جميله جدا و ايام حلوه طبعا. يعني الايام دي جميله. انت شفت الناس دي وهي بتلعب يا كابتن علاء صح؟ اتفرج على كابتن وحي طبعا والجروب بتوعه ده، انا كنت مجنون شويه في الكوره الشراب دي كمان. كلمني شويه عن كابتن محي مثلا المهاره، لان انا للاسف يعني ما اتفرجتش عليهم. انا يمكن عملنا التقرير طبعا على شاشه الاهلي عن الكره الشراب وعن كابتن محي وعرضناه قبل كده، بس ما شفتوش طبعا وهو في عزه وهو في الملعب. فلو ممكن تحكي للناس كده يعني كواليس الكابتن محي في بص يا كابتن احمد انا هديك المفيد. اسمه محي اراجوز، عيش بدماغك كده وقول الناس دي جابت الاسم ده منين. بيعمل كل حاجه بالكوره بالظبط. بيعمل كل حاجه كنت متخيلها في الكوره. بيرقص ويجيب اجوال ويمسح نفسه ويمسح الجماهير. ايوه وبيعمل حاجات في الكوره مش طبيعيه. عشان كده اصل بص حتى زمان الناس لما كان بيطلع عليك لقب ولا حاجه ما بيطلعوش كده اي كلام، بس هو كل زمن ليه الالقاب بتاعته. يعني وحي اراجوز، اراجوز ده كان بالنسبه لنا وبالنسبه للكباتن المنورين على ايامنا كانت حاجه معفرطه. هو كابتن وحي كان كده. يعني وحي كان بيديله ناس من كل الدنيا يتفرجوا عليه ويتفرجوا على فرقته. ولا هو كان بيعمل بص كل حاجه متخيلها في كوره كان بيعملها بكره شراب. على فكره كوره صغيره جدا صعب تحكم فيها، بس هي دي حلاوه الكره الشراب. طبعا وهي دي اللي بتبين بقى الحرفانه، يعني دي يعني اللي يعرف يتحكم في الكره الصغيره كده ما بالك بقى لو بيلعب بالكره الكبيره هيعمل بيها ايه؟ بالظبط. يعني اكتر حاجه فادتني الحمد لله في مسيرتي مع النادي الاهلي ان انا كنت مجنون حاجه اسمها كره شراب. والله العظيم يا احمد كره شراب بقول لك انا ما كنتش بسيبها، لدرجه ان كان والدي الله يرحمه كان تقريبا كان بيتخانق معايا ان انا على طول في الشارع على طول بلعب كره شراب. بقول لك على السر اللي اخفى عليك سرا، يعني لما كنت حتى في النادي الاهلي في الناشئين كان طبعا ممنوع الكلام ده خالص. كنت بروح العب شراب وكده، وكان والدي بيتخانق معايا عشان خايف عليا. بس انا حته الكوره الشراب دي حته ادمان ايوه طبعا تطلع منها طبعا. عشان كده الحقيقه كنت واحد من اهم المواهب والنجوم اللي جمهور النادي الاهلي ما يقدرش ينسى طبعا اسم علاء ميهوب ولا مهاره وحرفه. بجد والله بجد مش مبالغه، انت واحد من الناس اللي متعتنا سنين طويله يا كابتن علاء. لا يا احمد حبيبي والله انت عارف انا بحبك برنامج جدا ودايما البرنامج بتاعتك جدا. الله يخليك يا كابتن علاء، وتجيب حاجات كده الناس تفكرها بالحياه الحلوه والزمن الجميل. طب الحمد لله برضه انت ما عملت تقرير عن الكوره الشراب وكده وكابتن محي انا طلعت اتكلمت. انا اي نعم قليل الكلام بس في حاجات كده ما اقدرش اتنفس عليها طبعا. يعني صحيح، وخد بالك انه في جيل ما يعرفش وما سمعش وما شافش عن الكرة الشراب واتولد يمكن ما يعني يمكن حاجة تكون ليها يعني فوائد وليها كمان سلبيات، لكن في النهاية مهم جدا نقدم الناس دي لأنها متعت أجيال كتيرة جدا بكرة القدم. أنا بشكرك شكرا جزيلا وبقول لك مرة تانية شرفت ونورت بصوتك طبعا على شاشتك وعلى بيتك النادي الأهلي. كل سنة وأنت طيب يا كابتن علاء.